مصر الممتاز. تشكيل فريق مصر المقاصه كابتن اسماعيل في لقاء اليوم، كابتن ايهاب جلال وخياراته، محمد كوكو في حراسه المرمى على حساب طبعا محمود حمدي، عصام صبحي في الجبهه اليمنى، وكل من احمد صبيحه واسامه عزب ومحمد سوقي في غياب طبعا احمد مودي، هشام محمد وخالد دوتشو، القيمه الثابته دائما وابدا عند الكابتن ايهاب جلال، باولو مفوافي وبيكلي ومفتاح طقطق على حساب عبد الله مجدي، واخيرا مروان حمدي ايضا على حساب رجب عمران الذي لعب المباراتين السابقتين. نفس